هل النوم بعد صلاة الصبح وطلوع الشمس مباشرة مكروه؟ علما بأن عملية الثانية عشرة والنصف. لا شك أن الاشتغال بذكر الله عز وجل في أول النهار وبعد صلاة الفجر وتلاوة القرآن أن هذا أفضل وأحسن ليستقبل النهار بالعبادة وذكر الله عز وجل. النوم يفوت ذلك على المسلم. وكذلك الأعمال الدنيوية البكور فيها وبكور في طلب الرزق هذا من النوم والكسل. قوله صلى الله عليه وسلم يحثه صلى الله عليه وسلم على البكور في طلب الرزق. ولكن لا إمام بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس فلا مانع من ذلك إلا أنه خلاف الأولى والأفضل. ما ذكرته من أن عملها يبدأ في الثاني عشر والنصف لا بس حتى لو كان عندها فرصة من العمل والعمل يتأخر فكما ذكرنا كونها تشتغل بذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن في هذه الفترة أحسن لها من النوم. وكذلك إذا كان عندها أشغال دنيوية في بيتها فكونها تشتغل بها قبل الذهاب إلى العمل أفضل لها من النوم وأحسن. كأن هذا يعطيها فرصة أوسع في الثالث. نعم يعطيها فرصة أوسع وينشطها أيضا. بارك الله.